بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آل بيته الطاهرين. المحور اللي عندي فيما يتعلق بكل ما قاعد يجري على الأرض العربية هي مجموعة تساؤلات لن أرد عليها، ولكن أتركها يعني للأيام القادمة من يستطيع أن يرد عليها. يعني هي الآن أنا كتبتها بشكل سريع. يعني هل نحن أمام تحول سياسي جديد في تاريخ العرب الحديث فيما يجري؟ هل يمكن أن يكون هذا منطق يساعدنا على 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 أن نعيد كتابة تاريخنا الحديث، ويسيطر لنا مثل ما حصل في القرنين السابقين عندما طلع الكواكب وغير الكواكب وغير، وبدأت النهضة العربية الصحيحة الفكرية اللي استطاعت أن تكتب تاريخ عربي إسلامي جديد في ظل احتلال يعني طال أمدى لسنوات وسنوات وغير، واللي على أثرها الحقيقة فيما بعد سنوات وعقود وغير استطعنا أن نكون شيء اسمه الجامعة العربية، واستطعنا أن نتوحد بشكل أو بآخر كإنسان، بدنا نعرف من هو في مصر، من هو في لبنان، من هو في الخليج، من هو في المغرب، وهل ما جرى. يعني فإحنا الآن أمام أحداث خطيرة قاعد تجري على الأرض العربية، هل هذه ممكن أن يعني أن يكون سبب لأن نكون يعني إعادة كتابة التاريخ العربي الحديث، أم نحن أمام مجموعة من المتناقضات النتيجة لهذه الضربات اللي قاعد تحصل في الأرض العربية تخلق لنا مزيد من المتناقضات في السياسة الداخلية والسياسة الخارجية؟ وطبعا بلا شك أن هذه قد تؤثر على حدود السيادة وممارسة السيادة في الداخل وفي الخارج فيما يتعلق بمواقف هذه الدول العربية تجاه ما يجري على الصعيد الدولي أو على الصعيد القاري أو شيء من القبيل. أم نحن أمام مرحلة فيما نسميها بين قوسين فقدان للسيادة، وفقدان للسيادة معناتها أن أنا اسمي دولة، ولكن نتيجة لما يجري في هذا العالم ونتيجة للارتباطات السابقة قد يعني أن أنا أكون مشفت شوية، بحيث أن لا أستطيع أن أمارس حدود السيادة. السيادة هي القرار النهائي فيما يتعلق بالمشاركة في التراجع في كذا، في يعني في إصدار القرارات الملزمة في الداخل وفي الخارج أمام علاقاتنا مع الدول الأخرى. إضافة لذلك، أم نحن نمارس السيادة بشكلها المصلحي؟ يعني وهذا يحتاج إلى إثباتات حقيقة. يعني مثل الأستاذ محمد ذكر أشياء كثيرة، زعلتنا ذكر إن في مرحلة معينة طلعت فلوس وراحت كذا، ليش لو جزء من هذه الفلوس أعطيت إلى الجيش الحر أو أعطوه إلى كذا ربما تغلط، فهل هذه يعني جزء من مصلحة السيادة المصلحية، نسميها إنجاز التعبير في هذا الموضوع؟ هل نحن كشعوب عربية استطعنا أن نبني أنفسنا مع كل المتغيرات التي حصلت على الأرض العربية انعكاس ما يجري بالنسبة لنا نحن كمواطنين؟ هل استطعنا أن نبني علاقات جديدة فيما بيننا بحيث نستنهض الهمم الموجودة في دواخلنا لكي نكون كالشعب متحضر والشعب ذكي والشعب يستطيع أن يقاوم ويستطيع أن يبني استراتيجيات معينة فيما بيننا وخلق المنظمات، يعني الخلق لله، لكن نقول إيجاد المنظمات والهيئات اللي ممكن أن تساعد على 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 بناء نهضة شعبية قوية جدا تكون ندا بحيث أن الحكومات لا تستطيع أن تبدي رأي إلا بعد الرجوع إلى 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 هذه القيادات الشعبية. هل نحن استطعنا نكسب الرهان فيما يجري على أرض العرب من مواقف؟ يعني كل اللي جرى سواء ما جرى في تونس، وما جرى في ليبيا، وما جرى في مصر، وما جرى في اليمن، وما جرى في البحرين، وما جرى في 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 كل الأرض العربية، هل استطعنا أن نكسب الرهان؟ هل هذه الثورة، أنا تكلمت الأسبوع اللي قبل فيما يتعلق بمنطق الثورات الخضراء أو سموها الربيع العربي أو شيء من القبيل، هل فعلا نحن استطعنا أن نكسب الرهان في بحيث أن يكون هذه بداية لتاريخ أو لتاريخ جديد للأمة العربية أو للشعوب العربية؟ بعدين احنا سمعنا كثير من الشعارات اللي كان حزب البعث العربي سواء كان في مصر او في سوريا او في العراق او شيء من القبائل، قصدي في سوريا او في العراق،
طبعا هناك في جيوب موجودة في الوطن العربي، أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة، هل فعلا هذه يعني استطعنا أن نوحدها ونوجدها؟ إحنا فعلا إحنا أمة عربية متكاملة، تجد أن هناك في انحياز مجموعة من الدول للغرب، وناس انحاز للصين، وناس انحاز لروسيا، وناس انحاز لمني، وناس انحاز، يعني أصبحت سياسات إقليمية متعددة. فهل نحن فعلا أمة عربية الآن بما يجري في الأرض العربية، أم نحن فعلا يعني هذا مصيرنا وهذا كذا، وعلينا أن نواجه الموقف ونترك الأمور للأقدار، بحيث أن عشان عقب نعرف شنو مصيرنا وشيء من القبيل؟ بعدين في ظل المتغيرات التي حصلت، يعني نتساءل وبحسرة، الجامعة العربية أين موقفها بما يجري؟ هل وصلنا إلى عجز تام وشلل تام لموقف الجامعة العربية فيما يجري؟ وين نبغي يعني البوصلة اللي كانت تقيد العرب في فترة من الفترات؟ كانت الجامعة خصوصا يعني هي انشأت في الأربعينات، يعني في النهاية يعني ما قبل نهاية العقد الرابع في القرن الماضي، كانت الجامعة العربية محور من محاور السياسات العربية فيما يتعلق بالمفاوضات، ويعني كان لها ثقل. وإذا مشينا إلى فترة الخمسينات مع بدأ الحرب الباردة أو شيء من القبيل، انتهى دور الجامعة العربية، أصبحت يعني رمز من رموز يعني خلينا نسميه للأسف الشديد يعني بداية الطلاق فيما بين الدول العربية نفسها، ولكن أمام العالم غير يجتمعون في هذا المقر. أين الجامعة العربية بعد كل ما يجري؟ يعني أليس هناك في عروق ممكن أن يجري فيها الدم في هذه الجامعة، بحيث يتم إعادة رسم، هم يكونون السبب في إعادة رسم العرب إذا كانت القيادات العربية لا تستطيع الجامعة العربية ومن خلال برامج القادة وما لذلك أن يعيدوا كتابة الموقف العربي تجاه ما يجري. وهذا قد يصبح يعني هو في تعليق كبير على هذا الموضوع، ما أريد أخوض في هذا الموضوع. بعدين السؤال نختم السؤال، هل دول الحلفاء التي الآن ستضرب سوريا هم فعلا أصدقاء للعرب، أصدقاء للموقف العربي الإيجابي فيما يجري، أم أنها هي سياسة المصلحة التي ذكرها أخونا محمد، وموقف الموقف الغامض من قبل الدول العربية فيما يتعلق ب يعني أو تشتت الموقف العربي فيما يجري في قبول أو رفض أو تحفظ على 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 دور أمريكا وبعض الدول الثانية، وهذه بلا شك يعني خلق نوع من الشرخ الكبير في 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 مواقف الشعوب قبل الحكومات. الحكومات اتخذت مواقفها من قبل فيما يتعلق بالمشاركة وعدم المشاركة، وبدأنا نعرف من يقف مع الشعب السوري اللي قاعد يئن من سواء 1400 شخص اللي ماتوا وغير، ولا 100,000 ولا 150,000 اللي ماتوا تعكذا. احنا عارفين يعني ممكن أن نرصد يعني تكون لنا مواقف أولية فيما يتعلق ببعض الدول العربية، لكن الشعوب الآن الشعوب بدأت تنقسم فيما يتعلق بموقف أمريكا. هل هم فعلا يعني يريدون الحق للعرب ويعيدون للثوار أو يعني تغيير الخريطة السياسية فيما يتعلق في سوريا، وانعكاس هذه الخريطة فيما يعني الضربة فيما يتعلق لاحقا، هل هي إعادة لمحور جديد سينشأ؟ هذه مجموعة أسئلة الحقيقة أنا أتركها لكم، وكل واحد لازم يحلل الموقف ذي من خلال قناعاته الداخلية. أنا ما أقدر أفرض قناعة معينة ولا غير، بس حقيقة يعني هذا الموضوع الآن يلعب دور كبير جدا فيما يتعلق بهذه الأسئلة. وشكرا جزيلا.